حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأكيد مستمرين معاكم في صباح الشارقة. لكل امرئ من اسمه نصيب، مقولة يعتقد بها البعض ويؤكدها علم الأسماء، الذي يمكن من خلاله التعرف على ملامح شخصياتنا وطرق تعاملنا مع المحيطين بنا. يسرنا مشاهدينا أن نرحب بالأستاذ فرحان الشملاني، الذي عرفنا بالأسبوع الماضي عن بعض أسرار هذا العلم حتى نستكمل معه حوارنا الشيق. صباح الخير أستاذ فرحان، حياك الله معنا في صباح الشارقة. صباح الخير. صباح الخير، الله يحييكم ويسلمكم. بداية أستاذ، بما أنك أكيد متخصص في علم الأسماء، ممكن تعلمنا أو تعرفنا أكثر ما هي المعاني الباطنة للإسم وما هي مدلولاتها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في الحقيقة بعض الأسماء يكون ظاهرة، بعض الأسماء تحمل معاني باطنة، وأحيانا يكون الظاهر أقوى وأوضح، وأحيانا يكون الباطن أعمق وأكثر تأثير. مثلا لو ذكرنا على سبيل المثال اسم إيمان، الإيمان ما هو وقر في القلب وصدقه العمل، فالإيمان معنى قيمة عالية، فدائما اللي تحمل اسم إيمان تحتاج أنها تثبت الأمر الذي تتكلم به، بمعنى أنها إيمان، والإيمان لابد أن يصدقه العمل، لأن الإيمان مخفي أصلا، هو قيمة يعني غير محسوسة، فدائما تحمل اسم إيمان تحتاج أنها تثبت، أو يكون معها شواهد أو شهود أو شيء يثبت على صحة كلامه. فحتى لو لاحظت، إذا محيطكم تعرفون باسم إيمان، تحتاج أنها تجيب شهود، حتى هي طريقتها لما سألت أحد تقول الدليل كذا، ليش؟ لأنها ترى الناس بما تحمل من قيمة. حلو، جميل. أستاذ، يعني هل مدلولات الأسماء تنطبق على كل الأشخاص؟ يعني كمثال كبير، يعني سبيل المثال عفواً، هيثم معنى اسم من أسامي الأسد، فهل كل من يحمل مثلا اسم هيثم يتصف به الشجاعة وبالصفات اللي يعني يشتق من هذا الاسم، أم كل شخص يعني يختلف حتى من ناحية معاني الأسامي أو تأثيرها على الشخصية؟ الأسد له معاني، يعني أسامة من أسماء الأسد، صحيح، فله معاني كثيرة. قد يأخذ من الأسد بعض صفاته، يعني لا يشترط أن تأخذ جميع صفات الأسد، لكن تأخذ من الأسد. ممكن هيثم يكون ثقيل، لأن الأسد في طبيعته ملك الغاب، فما يستفز بسهولة، فغالبا هيثم يكون عنده ثبات، يعني ما يزعل بسهولة. عرفت؟ أحيانا يكون الاسم يدل على جمع، أحيانا مفرد، مثلا اسم مشعل مشاعل، بدر بدور، جوهر جواهر. لاحظت هذه أسماء الجمع لها معاني مضاعفة عن الاسم المفرد. كذلك أسماء المعادن، لو لاحظت أسماء المعادن عندنا مثلا فيروز، ياقوت وإلى آخره، ذهب. ذهب يسمى فيه الرجل ويسمى فيه الأنثى. أنا استغربت أمس، كنت أحضر للحلقة، فاكتشفت أن ذهب يسمى فيه في الشام وكذا للرجل، فذهب وفضة، جواهر، جوهرة، زمرد رجل، فيروز رجل وأنثى، نفس الكلام. طبعا أنا أتكلم سردا، الأصل أن نأخذ الاسم وننظر إلى أصل الاسم. أصل الاسم أصله لاتيني، عربي، تركي، فارسي. فهذا ندخل في أصل الاسم. بعد ما ندخل مثل الأسماء، مثلا ديفيد، داود. جوزيف، يوسف. فلاحظت هذه، احنا نتكلم الآن احنا في الإطار العام، ما لو أخذنا الاسم واحد وغصنا فيه في عمق، فنطلع معانيه الظاهرة والباطنة وكذلك مميزاته. يعني حتى أذكر على سبيل الطرافة، أحد الأصدقاء كان عنده خادمة في البيت، ويقول ما تشتغل وكذا وكذا، فقلت وش اسمها؟ فذكر اسمها، قلت هذه تحتاج، بس تحتاج تحفيز. يعني تحتاج تقول خلاص اشتغلي وانا بعمل لك كذا، بتجد انها تغيرت. قال لا، مو معقول لهالدرجه. قلت يا اخي اطيع كلامي، وفعلا يقول تغيرت. فيعني سبحان الله، كل انسان فيه انفسه اسرار، الله يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. سبحان الله. طب انا حابه اسالك، بالنسبه للاشخاص اللي يحملون نفس الاسم، دائما هذا السؤال يعني يطرح، هل كل الاشخاص اللي يحملون نفس الاسم يتشاركون في الصفات والطباع؟ مثلا مثال على ذلك، اسم محمد هو من اكثر الاسماء المنتشره، واسم عبد الله وعبد الرحمن، كل الاشخاص اللي اسمهم محمد يتشابهون في الصفات او لا في اختلافات شخصيه تكون، او فروقات خلينا نقول؟ طيب، جميل، سؤال جيد. ما نذهب بعيدا، مثلا ناخذ الاستاذ اسماعيل. الان عندنا الاخ اسماعيل، وعندنا اكثر من شخص اسمه اسماعيل. لو جيت ابوصف الاخ اسماعيل اقول اسماعيل مثلا طويل، تقول لا اسماعيل قصير، لكن هو في وسط اهله هو اطولهم. ايوه، فيكون القيمه بالنسبه لمحيطك. عرفت؟
إسماعيل مثلا تسمح لنا أستاذ نحلل يلا ندخل في شخصيته أقولت أقول أول زبون لا لا أقصد إسماعيل في الغالب سبحان الله تبحث أنت عن السكن حريص من أوجد يعني من أكثر هموم اللي عندك السكن تحرص أن يكون لك بيت صح؟ صح 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 وهي أحمر إذا صح وهي أحمر طبعا صح أيوة لا لا ليش أنا من جبتها وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فإبراهيم وإسماعيل في الغالب يكون عنده هم أنه يبغى يشري بيت يبغى يأسس بيت يكون أسرة عرفت؟ صحيح طبعا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل قبل ما تأتي أنت كان أبوك عنده موضوع معين إما كبر أو حاجة أو كذا ضعف. لازم أسأل والدة الصراحة أيوة شفت أنا وين تعديت وصلت إلى النتيجة صحيح. أنا من القرآن إذا رفع إبراهيم القواعد فأنت في الغالب إذا تكلمت تسكت الذي أمامك صح؟ إذا تكلمت تسكت يعني تسكت لا ما أقصد أنه شيء سلبي لا بالعكس إذا تكلمت حجتك قوية خلاص ما يتكلم صحيح؟ إن شاء الله إيه لا هم إذا قال إن شاء الله معناته يتركها على الحياد كذلك ما شاء الله تبارك الرحمن عندك يعني ما شاء الله أنت ما تنظر لأمور الصغيرة دائما همتك عالية إن شاء الله همتك عالية طبعا قد يظن الناس يعني ممكن يقول معارض لهذا الكلام يقول كل الناس عندهم هذه القيمة مو صحيح مو صحيح لا مش كل الناس أيه أكيد في بعض المعاني عالية عندك يعني عالية في الجانب هذا أنت تحرص على أعمالك وفي طبع في شخصيتك الله يقول وقل لهم في ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أنت غالب عملك يكون سري تحرص أن يكون ما حد يدري وهذا طبع فيك سواء صغير أو كبير عرفت هم دام ابتسم الوضع الإجابة عندي أكيد أنا بقول لك إذا يعني إذا في شيء أو في معلومة ما ذكرتها كانت نص نص كان إسماعيل على طول رد أيوة هذه من أسرار طبعا هذه كلها جميلة يعني بهذه المواصفات أنت تحب الأبناء الذكور أكثر إذا كنت متزوج عندك ذرية فتميل للأولاد بعدني لا بتلاحظها إذا أعطاك الله إن شاء الله إن شاء الله تلاحظ أنك تميل لأبنائك الذكور أكثر من البنات عرفت بتلاحظ أنت الجانب هذا عرفت لأنك أنت لو لاحظت اسم عيل عرفت عيل عيال لاحظت الاسم الأخير فأنت عندك حتى أحيانا تحاول أنك ما تظهرها عشان ما تفرق في التربية بين الأولاد والبنات نعم. لكن يكون عندك الجانب هذا جميل جميل طيب كمل خلاص خلص بيخلص الوقت اسمعي خلينا ندخل باقي يعطيك العافية ما قصرت أنا حابة أسأل عن الأسماء اللي أسماء الورود أو الزهور مثلا ياسمين سوسن وغيرها وعلاقتها بالشخصية وانعكاساتها على شخصية البنات يعني بالتحديد ما شاء الله طبعا هذه أسماء الورود أسماء دائما يكون رقيقة صح؟ صح لطيفة طبيعة المرأة أصلا رقيقة وتبحث عن الجوانب اللطيفة وكذا سبحان الله كنت في حضر ذا فذكر لي أحد الأسماء كارمن 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 وسبحان الله أنا يمكن ما متعود على الأسماء اللي بالشكل هذا دائما من لبنان أو الشام يسموه بهذا الاسم صحيح. فبعض الأسماء يكون كمسماها لاحظ اسمها لطيف جدا طبعا أنت لا تكثر من اللطف حتى لا يظنوا أنك إيش ضعيف صحيح. فالأسماء ودك تكون حتى في العائلة في الأولاد أو البنات الجيد واللطيف انك يعني تنوع يعني لا تخليهم كلهم ورود ولا تخليهم كلهم شوك ولا تخليهم كلهم اسود ولا تخليهم كلهم يعني ابطال ولا يعني الاسماء القويه يعني انت شكل فيها الجانب تنوع صح اي نعم طبعا ياسمين الاسم هو ياسمن بدون الياء اسم فارسي كذلك اسمه شونشار ظاهر في العبريه فياسمين في الغالب الان احنا نتكلم عن اصل الاسم عموميه مثل اللي يتكلم مع هويتك اسمي فلان خلاص احنا بنقص في العمق ياسمين بديت بياء وبدت بياء والياء يرمز الى بدون والدها شديد يكون عليها في التربيه او كذا ياء بديت بياء مثل ايمان بديت بكسر فغالبا يكون شديد عليها في الجانب هذا لكنها دائما ياسمين في متلازمه في كلامها تسال مين يعني اي واحد تكلم مين خلاص هذا اقولتهم فيرست كويشن اول سؤال تساله لاي مين عندكم ياسمين هنا في القريبة او شيء انا صديقتي اسمها ياسمين لاحظتي عليها هذه تلاحظ ان تسال مين مباشره عرفت وقد يظهر ياسمين بالذات قد يظهر من الاسم انها رقيقه وضعيفه لا هي شخصيتها قويه يعني تاخذ حقها بس انها ايش تاتي للامور مو مواجهه لا تاتيها بسياسه بخطوه قدام خطوه ورا شويه تاخذ حقها
أن هذا في الغالب عليها إيجابية تكثر من نعم، عندها النعم أكثر من تميل للهج الكلمات الإنجليزية داخل كلامها. تلاحظين عليها بعض الكلمات تطلع إنجليزية في داخل الكلام، تتكلم في سياق معين تجد أن الموضوع تحول إلى جزء لغة إنجليزية أو لغة ثانية. فلاحظت عليها الشيء ذا؟ تقريبا، بس أنا لاحظت عليها موضوع يعني فعلا الهدوء والطيبة وكذا، لكن هي صاحبة شخصية يعني اللي قد يراها ممكن أنه يرى أنه أو يعتقد أنها نوعا ما ضعيفة، صح، لكن لا، هي شخصيتها قوية لكن أسلوبها هادئ وسلس. ذكرتني بأحد الأصدقاء كان يريد أن يخطب أحد الفتيات فسألته إيش اسمها، هو اسمه يعني جيد وجميل، اسمه أحمد. فقلت ايش تبي تخطب اسمها وايش اسمها؟ قال اسمها شمسه، وتراها ضعيفه مسكينه. قلت يا ابن حلال انت المسكين الضعيف، ترى شخصيتها طيبه وقويه ويعتمد عليها من اسماء النساء. قال لا لا لا، قلت يا ابن حلال شوري اخوه. قال لي لا. بعد فتره ما ادري والله صار خلاف على المهر او حاجه كذا، امها مع ابوها، بعدين دخلت هي وسكرت الموضوع، تفاهمت مع قال لي والله صدقتك قوية يعني. لا لا، صارت تفاوض تاخذ حقها يعني، عرفت؟ نعم. فهذا اسم جميل يعني، تودك الناس يعني يختلفون ان تواجههم فتستفيد منهم اصلا. يعني اي انسان تخالطه، قالوا في التربيه تخالطه تاخذ من صفاته. هذا عنده صفه الكرم، هذا عنده صفه الصدق، هذا عنده مثلا شخص تحليلي، هذا انسان بصري يعني تلاحظ الجوانب هذه. فكل انسان يخالطه ياخذ من صفاته. نعم، بتكلم يعني في موضوع مهم جدا، يعني اولياء الامور اللي حتى يسمون أولادهم وبناتهم أسماء يعني غريبة، حتى قد تكون مركبة يعني من اسمين، حتى مو يعني ممكن واحد اسم مو من الأسماء اللطيفة اللي ممكن الإنسان يتقبلها حتى كمسمع يكون اسم. نتكلم عن هذا الموضوع يعني، نحن كيف ممكن حتى نوجه رسالة لأولياء الأمور بتسمية الأسامي الجميلة، وخصوصا حتى الحين أقول لك الأسامي صارت مع التطور يعني تطور العصر، فصارت في أسامي دخيلة علينا يعني، حتى مش المعنى العربي أو تكون بالمعاني الأخرى يعني. صحيح، طبعاً هو الأصل الإنسان ينظر للسنة في ذلك وش أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، صحيح، ويبدأ يختار الاسم لمعاني جميلة، لأن الاسم هذا كما ذكرنا أنه تنادى فيه في الدنيا وتنادى فيه في الآخر، الآخر فيختار له اسم حتى لمن ينادى فيه يقول اسمك جميل، اسمك لطيف. فبالنسبة للابن إذا اكتشف أن اسمه معناه ما هو طيب، أو أنه صار يعني احنا نقول يعيرونه، او انه اسم مش لطيف او كذا، او صفه ما هي كويسه، يغير اسمه يعني، يغير اسمه. هذا حل يعني، الحمد لله ان الاسماء تغير، ولا كان كل من اخذ نصيب واستمر. حتى في حادثه عمر بن الخطاب عندما اتى رجل هذه في التربيه، اتى رجل يشتكي عقوق ابنه، فناداه عمر فاراد ان في الدره ان يضربه او نحو ذلك، فقال يا امير المؤمنين ما حق الابن على ابيه؟ قالوا ثلاثه، الأولى أن يختاره أم صالحة، الثانية أن يسميه اسما حسنا، الثالثة أن يعلمه الوضوء والقرآن. نعم. فقال أما الأولى فلدى أهله جارية مصابة في عقلها، فتزوجها والده فحملت به فسماه جعل، والجعل هو أكرمك الله ما يحمل الذى، ولم يعلمني لا وضوء ولا صلاة. فالتفت عمر للأب وقال أنت حق بالتأديب. فعرفت في الاسم له من هالجانب، والحمد لله أن الأسماء يعني تغير. حتى لو لاحظت قصة قصيرة، أحد الشباب رزق بولد، فكانت أمه تتابع مسلسلات وكذا، الشاهد سمته اسم غريب، سمته ولهان. طبعا ولهان من أسماء الشياطين، من أسماء الشياطين. الشاهد الطفل يبكي، ودوه للطبيب، قال الطبيب ما في شيء، ودوه لأحد الرقاة وحد كذا، المهم قالوا إيش اسمه؟ قال ولهان. قال غير اسمه، غير اسمه. فلما غير اسمه سكن الطفل، سبحان الله، فهمت؟ فهذا حق، لأن الطفل في مرحلة في ما كثير من الأسماء نحن يعني للأسف نطلقها على أطفالنا من دون أي علم بخلفية هذه الأسماء. يعني في أسماء مثلا ولهان وله وغيرها من أسماء الشياطين نحن ما عندنا أي فكرة، مجرد أن الاسم والله نغم. يعني واحدة اشتكت تقول أنا ولهان عليك يعني معناته لا لا لا، بس انت تتكلم انت شعور صفه يعني، هذا تتكلم شعور او كذا، لكن نتكلم على اسم، اسم اسم ينادى فيه في الليل والنهار، اسم يكتب في الهويه، يكتب عليه ابك وجدك، فيكتب عليه يبنى عليه اسره. فانت هنا تتكلم في هالجانب هذا. جميل جدا، يعني مثل ما ذكرت من حق الابناء على الاباء انه على الاقل يحسنون اختيار الاسم، لان هذا الاسم راح يلازمهم طول حياتهم. وبما ان الاستاذ فرحان عرفنا اكثر على هذا الجانب، حتى الاسم راح يكون له دور كبير في
أو انعكاسات كبيرة على شخصية هذا الطفل. كل الشكر أكيد والتقدير لضيفنا في الاستوديو الأستاذ فرحان الشملاني، متخصص في علم الأسماء، اللي شرفنا أكيد ونورنا من المملكة العربية السعودية. كل الشكر والتقدير لك، سعيدين جدا بوجودك، ونتمنى أن يكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله في صباح الشارقة. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا مستمرين معكم في صباح الشارقة، راح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راح نرجع ونكمل ونواصل، خليكم معنا.